السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد إخواني الكرام، فنحن الآن في المجلس، ما زلنا في المجلس 16، نحن الآن في هذه الحصة الخامسة، وهي الحصة الثانية من الفيت بن مالك في هذا المجلس 16. طيب، نحن لأنه قرأنا أو شرحنا الأبيات في المجلس الماضي من عند قوله: وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى، وقلنا بأن هذا أنه هنا إن تكسر إذا دخل عليها فعل من أفعال القلوب فعلقها. لاحظ هذا من هنا، احنا ما شرحناها المرة الماضية كما يجب، يعني من هنا أن تقع بعد فعل، هذه إن أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها اللام، وقد علق عنها باللام، هذه اللام اللي داخل على قائم هنا، علمت إن زيدا لقائم. لاحظ، فإذا لم يكن في خبرها اللام فتحت على علمت أن زيدا قائم. طيب، طبعا هنا كما قلنا أنه هو يقول أنه يعني أورد على المصنف أنه في أمور أو في حالات يجب فيها الكسر ولم يذكرها المصنف، يعني ابن مالك في الألفية، مثل أنه الواقعة بعد ألا الاستفتاحية، ألا إن زيدا قائم، ألا إنهم مثلا هم السفهاء، هذه ألا الاستفتاحية، إنهم هم السفهاء، يعني هذه هنا كسرت إن لأنها جاءت بعد ألا استفتاحية. طبعا هو الآن سيقول أنه لا، هذا لا يرد عليه، لأنه كل هذه المواضع أنه هذه داخلة في قوله فكسر في الابتداء، يعني سواء بعد ألا الاستفتاحية أو بعد هذا بعد هذه بعد حيث، بعد هذه الكلمة حيث، مثلا اجلس حيث إن زيدا جالس، أو إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين أو اسم ذات، زيد إنه قائم، فهذا هنا فهذه هنا يعني إنه قائم، هذه كلها خبر عن زيد، اسم عين أو اسم ذات. لاحظ بعدين هنا ذكر أنه بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، يعني إذا دخلت إذا على إن ولا يوجد فيها لام الابتداء ففيها وجهان، وكذلك القسم هنا، وهنا لذلك هنا شرحها، احنا وقفنا هنا المرة الماضية، هذه شرحنا هذا البيت: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه، وفي رواية إذا إنه، يجوز الوجهان عبد القفا واللهازي. لاحظوا هون كيف قدروا، إذا قلت لكن أنا لا أريد أضيع هذا الوقت في هذا، أريد أن نشرح البعد ما بعده، هذا كله شرحناه المرة الماضية، وقفنا هنا أنه هذه قضية القسم تكسر إن بعد القسم. لاحظ، سواء كان القسم بفعل حلفت إن زيدا قائم، لاحظ، أو الفعل ليس ملفوظا مثل والله إن زيدا قائم، شوف والله إن تأتي بعدها ليس أن، أو اسمية لا عمرك إن زيدا قائم. طيب، أيضا بقول لك هذا بعدين لما قال مع تلو فالجزاء وذا يطرد، يعني بعد فاء الجزاء اللي هي في فعل الشرط، تأتي فعل الشرط، وكذا يجوز الفتح والكسر إذا وقعت، يقول ابن عقيل إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، نحو من يأتني فإنه مكرم، فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة للخبر اللي هو من يأتي، خبر اللي هي يعني جملة جواب الشرط، هذه من يأتيني، فإنه مكرم، كل هذه جواب الشرط، فإذا جملة صارت، والجملة أولها إذا وقعت فيها إن أول
إن تأتي مكسورة. فكذا كأنه قال من يأتني فهو مكرم، هذا تقدير الكلام. والفتح على جعل أن وصيته مصدر والخبر محذوف، تقدير من يأتني فإكرامه يعني موجود، أو فجزاؤه الإكرام فيكون فإنه مكرم، يكون هذا كله مصدر خبر مؤول للمبتدأ فجزاء الإكرام، أو يكون مبتدأ هو من يأتني فأنه مكرم، يكون كل مصدر مؤول مبتدأ والخبر محذوف تقديره موجود فإكرامه موجود أو سيوجد يعني إذا جاءني. طيب، ومنه قوله تعالى كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل سوء أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، وفي رواية وفي قراءة فأنه، شوف قرئ فإنه بالفتح، قرئ فإنه غفور رحيم وبالكسر. الكسر على جعلها جملة جواب لهذا الشرط، من عمل منكم سوءا، الجواب فإنه غفور رحيم، يعني جملة إنه هذه جواب الشرط. والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف التقدير فالغفران جزاؤه. لاحظ أنه فأنه غفور رحيم، كل هذه أولوها بمصدر فالغفران يعني صارت فأنه غفور رحيم، لأنه إن مع بعدها تصبح في تأويل مصدر. إيه تأويل مصدر؟ هذا كلمة إيش قال لك يعني، هذا بنعتبره مبتدأ والخبر محذوف تقديره جزاؤه، أو نعتبره هو أصلا خبر، هذا المبتدأ أين محذوف تقديره فجزاؤه الإكرام، فجزاؤه الغفران عفوا، جزاؤه الإكرام هنا في هذه من يأتني فأنه مكرم يعني فجزاؤه الإكرام. طبعا هذا هم بقى نحن مستطيع بقى نشرح بكل سهولة يعني في قضية هذه قضية البيت فأن فإذا أنه عبد القفا واللهازم، ليش فيها الوجهان وجهان هنا؟ أول شيء هذه إذا الفجائية، لأنه هو بيقول لك بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، إذا دخلت إذا أو القسم على إن بدون لا ما يكون معها اللام في يوجد وجهان. هلأ هو قبل أن نأتي إلى بيت الشعر في عنا هذا، فمثلا أنه خرجت فإذا زيد قائم، هذه ممكن تقول عفوا أو ما فيها إن، هذه فإذا خرجت فإذا إن زيدا قائم، أو فإذا أن زيد قائم، أن زيدا قائم، فإذا إن زيد قائم، فإذا أن زيد قائم. من كسرها جعلها جملة، والتقدير خرجت فإذا زيد قائم، وقلنا يعني هلأ هون صارت هذه كلها صارت جملة، يعني إذا دخلت على جملة، وإذا دخلت على جملة وفيها إن تأتي مكسورة، هذه إذن على الكسر. على الفتح من جعل من فتحها جعلها معصيتها مصدر، معصيتها مصدر ومبتدأ خبره إذا الفجائية، والتقدير فإذا قيام زيد، إيه فإذا قيام زيد هذه مبتدأ خبر، إنه ففي الحضرة قيام زيد، يعني لاحظ إنه إذا قيام زيد، قيام زيد مبتدأ والخبر ففي الحضرة، أو يكون هو نفسه هذا خبر لمبتدأ محذوف خرجت فإذا قيام زيد موجود، أن يكون خبر محذوف، شايف هذه كلها مبتدأ فإذا قيام زيد موجود. وهنا فإذا قيام زيد ففي الحضرة قيام زيد، يعني هنا اعتبروا وهو مبتدأ خبره إذا، يعني هنا اعتبروا خرجت فإذا زيد قائم، ومن فتحها جعلها معصيتها مصدر وهو مبتدأ خبره إذا، والتقدير فإذا قيام زيد، أي ففي الحضرة قيام زيد، يعني هو يعني هنا قيام زيد مبتدأ خبره
هذا قيام مبتدا خبره فائزة. وفائزة ما معنى هنا فائزة؟ يعني ففي الحضرة، لأنه هي اسمها إذا الفجائية. يعني شايف هنا وبيلك وهو مبتدا خبره إذا الفجائية، يعني هذا المصدر هنا فإذا زيد قائم، عفوا خرجت فإذا أن زيدا قائم صار المعنى فإذا أن زيد قائم، أي فإذا قيام زيد. إيش معناته؟ أو أولا إيش معنى قيام فإذا قيام زيد، وإيش إعرابه؟ قيام زيد، فإذا قيام زيد لدينا إعرابان. إعراب الأول قيام زيد هذا مبتدأ خبره فإذا، ويكون المعنى قيام زيد في الحضرة، هذه معناتها فإذا، يعني في الحضرة موجود، يعني اسمه إذا الفجائية. أو يكون الخبر محذوف، فإذا نفسه التقدير فإذا قيام زيد، لكن ما منقول بقى الخبر فإذا أنه قيام زيد مبتدأ، لأنه هذا هنا قيام مبتدأ وهو مضاف، زيد مضاف إليه، والخبر هي فإذا، وصار المعنى ففي الحضرة قيام زيد. وهذا هو الإعراب. الإعراب الثاني منقول لا، فإذا قيام زيد، قيام زيد مبتدأ والخبر محذوف تقديره موجود. هنا نفس الشيء، هنا وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازمي. هنا لما قدروها، شوف هون في عنا تقديرين، تقدير للأعلم الشنتمري أنه قال في، وقال لما قال فإذا أنه عبد القفا واللازم، فيها جواز فتح إن وكسرة، فالكسر على نية وقوع المبتدأ والإخبار عنه بإذا، فإذا عبد، يعني إذا عبد لا، والتقدير فإذا العبودية، فإذا إنه عبد صارت إذا أنه عبد، أنه عبد يعني صارت أن ما بعدها تأويل مصدر، أنه عبد يعني العبودية صار هنا. إيه إشبه فإذا العبودية، صارت العبودية مبتدأ فإذا خبر، يعني العبودية في الحضرة موجودة. لاحظ، وإن شئت قدرت الخبر محذوف تقديره فإذا العبودية شأنه، إما بتقول إنه فإذا أنه العبد القفا واللهازمي، أنه هنا يعني هنا الأن هذه الأن ما بعدها في تأويل مصدر وهو العبودية، فإذا العبودية. وبعدين عندنا تأويلان، إما تقول العبودية مبتدأ خبره فإذا، أي فإذا العبودية، أي العبودية في الحضرة أو العبودية موجودة، مثل خرجت فإذا أن زيدا قائم، يعني فإذا قيام زيدا يعني في الحضرة. وإن شئت قدرت الخبر محذوفا على تقدير فإذا العبودية مبتدأ الخبر شأنه أو عبوديته. طبعا وهنا يوجد تقدير لسيبويه ذكروا قبل هذا لاحظ، قال سيبويه فحال إذا ها هناك حال إذا قلت مررت فإذا أنه عبد، تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم، كأنك قلت فإذا أمره العبودية واللؤم. شوف أمره مبتدأ، العبودية خبر، شايف الخبر هذا منين جاء؟ منين جاء كلمة العبودية؟ أنه هذه فإذا أنه عبد القفا واللازم، أنه عبد هذه تأولت كلها في صارت في تأويل مصدر العبودية. إما بقى بتجعلها هي بقى مبتدأ تأويل والخبر محذوف فإذا العبودية شأنه، أو إذا العبودية في الحضرة، أو إذا العبودية موجودة. لكن هنا إذا العبودية شأنه، أو تقول العبودية خبر لمبتدأ محذوف تقديره فإذا أمره العبودية، ثم وضعت أن هذه. طيب ليش أخذنا وقت هون في كلام لابن عقيل أو تقدير آخر؟ فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته، يعني نفس فإذا أن زيد قائم، فإذا يعني قيام زيد في الحضرة، وهنا أيضا فإذا عبوديته في الحضرة، الحضرة يعني في الوجود موجودة مش حضرة الصوفية. وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة، إذا قدرت أنه أن ما بعدها في تأويل مصدر
مبتدأ والخبر محذوف، فإذا عبوديته مبتدأ موجودة هذه خبر محذوف. طبعا ما أعرف إذا بقي مجال بأنا نرجع إلى هنا، وبعدين بقول لك هون وكذا يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ وهو في المعنى قول وخبر. تقول خير القول إني أحمد الله، فمن فتح جعل أن وصلتها مصدر خبر عن خير، والتقدير خير القول حمد الله كما قلنا، أني أحمد هذه تصبح ما في تأويل مصدر أني أحمد يعني حمده، صارت كل هذه خبر لمبتدأ.